امير، احنا على بعد خطوه من تحقيق ميداليه قد تكون ذهبيه او فضيه لو كسبنا فرنسا، قد تكون برونزيه لو خسرنا فرنسا وكسبنا المباراه اللي بعدها. شايف ازاي الانجاز اللي احنا بنحتفي بيه رغم عدم تحققه كاملا حتى الان، وايه السبب في ده؟ السبب في ده ان احنا عندنا جيل تاريخي، جيل احنا حاسين فعليا ان هو بيقدم كل ما عليه واقصى ما عنده علشان يسعد الشعب المصري، واحنا عارفين امكانيات الجيل ده فعلا، وان هو قادر على مقارعه الكبار. وعلشان كده مباراه الدنمارك في كاس العالم الاخيره في مصر ورغم خسارتها الا انها قالت ان الجيل ده من حقك تحلم وممكن تصدق حلمك، لان انت وصلت قدام بطل العالم لرميات جزاء او رميات ترجيحيه لتحديد المتاهل في النهائي. فمنتخب مصر الحقيقه هو بيقدم بطولة أولمبيات كبيرة جدا، خسر مباراة واحدة بس قدام الدنمارك في مجموعة صعبة، كسب فيها السويد اللي هي تعتبر وصيف العالم، واللي انت هنا في مصر بالمناسبة تعادلت معاها في كأس العالم، وكانت سبب في ان انت تسلك الطريق الصعب وتروح تقابل الدنمارك بدل ما كنت تروح طريق اسهل شوية كان ممكن يوصلك للسيمي فاينال على الاقل. منتخب مصر قدم بطولة كبيرة، الناس كلها حاسة ان الجيل ده عايز يحقق حاجة، بس انا عايز بقى اتكلم في نقطة تانية خالص. لعيبة رجالة، لعيبة بتعمل كل اللي عندها، بس هل اصلا الرياضة كده بس؟ لا طبعا. الرياضة دراسة، الرياضة معناها ان انت لازم تذاكر المنافس بتاعك علشان تقدر تعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته وتوصل لاقصى حاجة تقدر توصلها في المباراة اللي بتلعبها معاه. ومن هنا بتيجي تحية جارسيا باريندو المدير الفني لمنتخب مصر، واللي ممكن معانا لقطتين نعرضهم واحنا بنتكلم عليه، لقطتين لطريقة تحضيره لمباراة المانيا. الراجل من بعد اخر مباراة في مرحلة المجموعات قاعد قدام اللابتوب، الصورة دي من انستجرام بتاعه، 40 جيجا ماتشات لمنتخب المانيا علشان يدرس نقاط القوه والضعف. انت عارف ازاي انهم 40؟ قعدنا نعد الفلاش بجد؟ انا قلت مكتوبه في الكابشن ولا الصوره فيها حاجه. تمام اوكي. فالراجل قاعد يذاكر المنافس بتاعه علشان يستعد افضل استعداد ليه، معاه جيل تاريخي، معاه لعيبه رجاله وكل حاجه، بس كل ده ممكن في النهايه ما بيترجمش لانتصار. الراجل قاعد اهو بيذاكر من بعد مباراه البحرين في مرحله المجموعات. طيب اصلا بقى جارسيا باروندو ده جه مصر ازاي؟ هو ده بقى الحاجه اللي احنا لازم نشيد بيها ونقول ان اتحاد كره اليد، وبرضه نشيد بالسيد هشام نصر المدير الفني السابق، لازم نبارك له كمان فعلا انه جزء كبير من الانجاز اللي حصل. انت بتتكلم عن ان منتخب مصر قبل باروندو كان معاه مدرب اسباني اخر وهو ديفيز بالظبط، واللي بالمناسبه ما كانش خالص سيء، هو قاد منتخب مصر لاحتلال المركز الثامن في مونديال 2019، وده كان افضل مركز لمنتخب مصر يمكن من مونديال فرنسا 2001، وكان رجعنا للفوز ببطوله افريقيا بعد غياب طويل بالظبط. فالراجل ده ما كانش سيء تماما. اتحاد كره اليد حب ان هو على نفس النهج، انا دلوقتي عندي مدرب اسباني بيلعب بطريقه لعب معينه وليه فكر معين مع اللاعبين، فعايز امشي بنفس المدرسه. فابتدى التفكير يروح لمين؟ لباروندو. باروندو ده بقى كان ايه بقى يعني في السنة دي؟ كان أفضل لاعب أفضل مدرب في أوروبا. كان ماسك فريق مقدوني اسمه فاردار المقدوني وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا، فكان أفضل لاعب في أوروبا. فأنت في ظل الظروف دي والمعطيات دي قدرت تقنعه إن أنت عندك مشروع، المشروع ده بيقول إن أنا فزت بكأس العالم للشباب الأخير وخدت برونزية كأس العالم للناشئين، عندي مشروع، عندي جيل أنا عايز، وعندي كأس العالم على أرضي، فعايز أعمل حاجة مع الجيل ده. الراجل بروندو جه فاز بكاس الامم الافريقيه، وفي كاس العالم حقق المركز السابع اللي هو افضل من المركز الثامن اللي حققناه في 2019، وهو في الاولمبيات ان شاء الله نبارك له على الميداليه. والنهارده تحديدا في مباراه المانيا لازم زي ما بنشيد بشغله الكبير نشيد بكاتونجا اللي النهارده عمل 18 تصدي بنسبه نجاح 41% في كاس العالم 2015، واحنا بنتفرج على ماتش مصر والمانيا في دور ال 16 كان حارس المانيا مع ادنى. صح، كنا بنلعب ماتش حلو جدا وكل لما نروح لمرمى المانيا الحارس الالماني بيتالق وبيتصدى، النهارده كاتونجا ردلنا حقنا شويه. صح.